شيماء، شيماء بنتي، ما لا قدرنا نفوت. مصطفى شو نعمل؟ الحرارة كتير عالية ولازم تنزل. والمي خلصت، شو رح نعمل؟ لازم نلاقي صيدلية ونجيب لها الدواء هلا. في مناوبين ما هيك؟ ايه رايح اجيب لها بسرعة. شو جيب لها؟ قل له خافت حرارة للأطفال، الصيدلي أكيد بيعرف. طيب يلا. ديري بالك، اسحك تروحي. لوين بدي روح؟ يلا يلا، وانت دير بالك على حالك ورجع بسرعة. عفوا دقيقة، فاتحين شي؟ لا والله سكرنا. والله انا كتير جوعان، في شي مطعم قريب فاتح؟ ما بتلاقي هون. شكرا. في شاي اذا بدك. ايه والله بتكسبي فيني حسن. شرطة مشي، بتقدر تفوت. وأنا شو دخلني بالشرطة؟ والله يا حلو. شو صاير معك؟ في ناس اشتكوا علي بالمحكمة، افتروا علي افترا وبعتوا لي الناس ليقتلوني، بعدين صار كتير شغلات. مو مشكلة، لا تحكي، ما بدي أعرف. ايه انا بابا. انا اجيت بنتي. بابا تعال. اللي بيزرع خير بيحصد خير يا امين. كيف صارت؟ هلأ مشي مفعول الدواء ونامت. منيح. الدكتور عطول هون ما هيك؟ يعني ما يصير شي معها هون. طبعا دكتور الأوتيل قال رح تنام للصبح. يلا امشوا خلينا ننام. خليل إذا بيصير شي خبرنا فوراً.